نعت شبكات إخبارية موالية قائد الكلية الفنية الجوية العميد ديب بزي الذي قتل خلال اقتحام الثوار للكلية. وكان العميد أديب اشتهر خلال معركة السيطرة على تجمع الكليات بالقرب من الراموسة عندما قال في مداخلة عبر تلفزيون النظام في محاولة منه لنفي سيطرة الثوار إنه لا زال وضباطه يشربون الشاي داخل الكلية قبل أن يقوم المذيع بتهنئته على الانتصار. راح نبقى موجودين بهالكليات إن شاء الله، صدينا الهجوم وقدرنا نصد الهجوم إن شاء الله وطردناهم خارج الكليات كلياتهم. نعم. وأنا بحكي من مكتبي وبقية الضباط اللي موجودين عندي جامعهم هلا ونشرب شاي كمان. تفضلوا اشربوا معنا، تفضلوا اشربوا معنا ان شاء الله. صحتين وهنا سيادة الامين، صحتين وهنا على الشاي، صحتين وهنا على هذا الانتصار ومنهنيكم. قال مسؤول عسكري أمريكي إنه تم السماح ل200 مركبة من مركبات عناصر تنظيم الدولة بمغادرة مدينة منبج بحجة اصطحاب المسلحين مدنيين معهم. وأضاف المسؤول بحسب أسوشيتد بريس أن بعض مسلحي التنظيم أخذوا بالفعل طريقهم إلى داخل تركيا، لكن الكثير منهم لا يزال في سوريا. من جانبه قال الكولونيل غريس غارفر المتحدث باسم قوات التحالف إن القرار اتخذ من قبل قادة قوات سوريا الديمقراطية الذين تركوا القافلة تغادر المدينة بذريعة وجود مدنيين في كافة السيارات. أكد مصدر في الأمم المتحدة خبر دخول الطفل السوري إبراهيم لؤي الصالح إلى الأردن أو طفل الركبان كما أصبح يعرف، وذلك برفقة عائلته لتلقي العلاج في الأردن بعد موافقة السلطات الأردنية. وأضاف المصدر أن جهدا مشتركا بذل خلال الأيام الخمسة الماضية من قبل منظمات الأمم المتحدة العاملة في الأردن للتعاون مع الحكومة والسلطات الأردنية لإدخال الطفل الذي يعاني من فتق مختنق في أسفل البطن ويحتاج لعمل جراحي فوري. لحظة خروج طفل إبراهيم وعائلته من مخيم الركبان باتجاه الحدود الأردنية ودخول إلى الأردن لتلقي العلاج بأحد المشافي، نشكر باسمنا. ختام حلقة اليوم من هنا سوريا، شكرا لكم وإلى اللقاء.